هنا وتحدث الأستاذ مبارك حول هذا الموضوع وقال بأنه عن طريق الدفع الفرعي أمام المحكمة التي تنظر القضية، والمحكمة تقوم بإرسال هذا الدفع إلى رئيس محكمة الاستئناف وليس محكمة الاستئناف. نعم. هناك فرق بين محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الاستئناف، وهنا ترك المجال لرئيس فقط هو أن يبت بهذا الموضوع، وهذا خطأ. فإذا كان من كل ولابد فليترك الأمر لمحكمة الاستئناف وليس لرئيس محكمة الاستئناف منفردا. هذه واحدة. هذه الإحالة ناقصة. لو نفرض أن هناك قضية منظورة أمام محكمة العدل العليا، هل يعقل رئيس العدل العليا وأثير هذا الدفع أمام العدل العليا، هل يعقل رئيس العدل العليا أن يرسل إلى محكمة الاستئناف هذا هناك مشكلة في النص يعني؟ نعم آخر نعم، يعني أمام محكمة التمييز ولنفرض أثير هذا الدفع بأن هذا النص غير قانوني، هل محكمة التمييز تعيد إلى رئيس الاستئناف ليقول قوله في أنه هذا الدفع هو دستوري أو غير دستوري؟ يعني يبدو أن الملاحظة الأولى هي ملاحظة أن نعم النصوص فنيا تحتاج فنية الكثير، حاجة إلى إعادة نظر وإعادة صياغة. نعم. بشكل صحيح. نعم. أسمع رأيك أستاذ مبارك في موضوع المحكمة الدستورية تفضلت. يا سيدي، المحكمة الدستورية كفكرة عظيمة جدا، وحقيقة لم نكن نحلم كأردنيين أن نشاهد ونحن أحياء محكمة دستورية، لكن حتى نكون أمينين مع أنفسنا ومع مجتمعنا ومع نظامنا السياسي اللي احنا مؤمنين فيه وبقدرته على أن يتجاوز كل هذه المشاكل ويبحر في سفينة الأمان. نعم. بنصوص المحكمة الدستورية تستشعر كقانوني وكمختص النفس المحافظ جدا في هذه النصوص، وكأنه تولدت هذه المحكمة على استحياء. نعم. أو كأنها تولدت جبرا. يجب أن تكون النصوص تعبر عن النية والرغبة والإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح عند الشعب وعند الملك، وبالتالي هذه النصوص بالإضافة إلى ما ذكره معالي الأستاذ أحمد. نعم. بحاجة إلى مراجعة زي ما حكينا ابتداء بالملاحظات القانونية، وأضيف إليها بأنه أيضا حتى مدة عمل هؤلاء القضاة بأربع سنوات مدة قليلة لقاضي في المحكمة الدستورية، أقل حاجة لازم يكون 8 سنوات. هذا خلال عمله يكتسب خبرة. في الأردن أنا مش كل يوم أستطيع أن أجد شخص يصلح أن يكون قاضي للمحكمة الدستورية. نحن في أثناء مراجعاتنا للمحاكم ومن خلال لقاءاتنا مع كل العاملين في المسألة القانونية، أن تجد شخصا مختصا في الفقه الدستوري ناضجا بفهمه الدستوري يكاد في الأردن محدودين على أصابع اليد الواحدة. وبالتالي لماذا أنا أرهن هذا الشخص موقفه القانوني واستقراره في عمله لمدة 4 سنوات؟ أقل شيء يجب أن يكون حتى نبعث برسائل إيجابية الإصلاحية بأن هذا الشخص لا يجوز عزله خلال مدة عمله خلال 8 سنوات، حتى يشعر أنه فعلا أمين على مستقبله الوظيفي وأنه قادر على القيام بمهامه دون ضغوطات ودون أن يتطلع بعين المستقبل إلى متى في نهاية السنة الرابعة هل يتم تجديد عقده من عدمه. فيما يتعلق بالملاحظات الإخوان على الفيسبوك فيما يتعلق أنه هل يعقل أن تكون محكمة دستورية وعلى مش على درجتين، في كل دول العالم المحكمة الدستورية على درجة واحدة، وبالعادة دائما النص القانوني عندما يعرض على المحكمة الدستورية يكون تحت الأضواء، كل المشتغلين في القانون يراقبوا هذا النص، يتم عصف فكري وقانوني حول هذا النص. جزء من حديثنا اليوم يعني إنهاء، هل أنهى ذلك المجلس الأعلى لتفسير الدستور؟ المجلس الأعلى لتفسير الدستور يبقى قائما لحين صدور قانون المحكمة الدستورية وبداية عملها، وهذا. نعم. تم النص عليه في التعديل في التوصيات في التعديلات. نعم. الدستورية. نعم. جميل. لكن يتوجب على الأخوة
في ان في مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الاعيان ان يعيدوا الصياغه الفنيه. وبذات الوقت فانني اطلب من مجلس الوزراء ومن دوله رئيس الوزراء ان يتمهلوا في عرض هذه التعديلات على مجلس النواب. اتمنى عليهم ان يتم عرض هذه التعديلات الى ما بعد عطله عيد الفطر حتى يستطيع المجتمع الاردني بكافه اطيافه سواء كان المشتغلين بالناحية القانونية أو بالناحية السياسية أن يثروا النقاش العام حول هذه التعديلات الدستورية. لأنه كل ما تأنينا في نقاش هذه الأمور كل ما تبين عنا مسائل بحاجة للإصلاح وبالحاجة إلى أن نعمل سويا من أجل إنضاجها وإخراجها بأفضل السبل. لأنه ليس كل يوم ولا كل سنة يتاح للأردنيين أن تتم مراجعة لدستورهم، فلنتأنى في هذه المسألة. نحتاج إلى وقت. نعم نحتاج إلى وقت وأسبوعين. طيب أنا اسمحوا لي بأن ننتقل للعمل الحزبي في حديث جلالة الملك وبرجع لكم ضيوف الكرام. ولا بد من التأكيد هنا على أن مساعينا الحثيثة لترسيخ التوازن والعدالة بين السلطات مرهونة بالمبادرة الشعبية للمشاركة في الأحزاب التي تعبر عن ذاتها وسياساتها في صناديق الاقتراع، وهذه هي ركائز الديمقراطيات النيابية. إذن تعزيز العمل الحزبي هو مدخل لتعزيز الفصل بين السلطات. أستاذ أحمد، كيف لهذه التعديلات أن تفعل الحياة الحزبية في الأردن بعجالة أرجوك، لأن الوقت عم يدهم. يا سيدي نحن حقيقة حتى نكون منصفين، وقبل الربيع العربي وقبل الثورات العربية كلها حقيقة طلب، وهذه كلمة أسجلها للتاريخ، طلب جلالة الملك من الحكومة أن تقوم بإدراج القوانين، كل القوانين الناظمة للحريات أمام مجلس النواب، وترك الباب مفتوح، وأنا مسؤول عما أقول. وطلب جلالة الملك أن نعرض على مجلس النواب حرية التعديلات التي يرونها مناسبة، وبدأ بقانون مستعجل، طلب أن يعرض مستعجل، وهو قانون الانتخاب، ثم قانون الأحزاب وجميع القوانين الناظمة للحرية. فتح الباب جلالة الملك أمام الحكومات لإجراء التعديل الذي يراه مجلس النواب لازما من هذه الناحية، وذلك كان في الشهر كانون أول لعام 2010 قبل بدء الثورات العربية كلها. ولكن للأسف وأقول أيضا أن الحكومات تباطأت، أن الحكومات تباطأت ومجلس النواب أيضا تباطأ بنظر القوانين التي عرضت عليه، وخاصة قانون الانتخاب. نعم. بصورة مستعجلة. جلالة الملك طلب شهر، أعطى شهر لإقرار هذه التعديلات، هل كافي الشهر هذا لإقرارها؟ قد يكون غير كافي، يعني جاي إجازة العيد، فقد يكون يعني لو أتيحت لنا الفرصة لنأخذ فترة أكثر لإعادة الصياغة وإعادة مرة أخرى النظر بهذه التوصيات. نعم. دون الخروج عن الجوهر. دون الخروج عن الجوهر. كلام جميل. أستاذ مبارك، تفعيل حياة حزبية وفصل بين السلطات مع بعض ممكن ما بتواجه، يعني كيف حكومة ستكون برلمانية تحظى بتأييد مجلس النواب وبأغلبية نيابية، وبعدين بدنا نأخذ هذه الحكومة ستحاسبها مجلس النواب كذلك، يعني شوي هاي الأمور ممكن معقدة لدى الكثيرين، كيف هيك صفينا عنا فصل بين السلطات؟ يا سيدي، ابتداء ليكون مفهوما لدى الجميع، لا يوجد في الأردن فصل ما بين السلطات، وبموجب دستورنا لا يوجد فصل ما بين السلطات، يوجد توازن ما بين السلطات، تشارك ما بين السلطات، لكن ما يتم البحث عنه ويجب التركيز عليه هو استقلالية السلطات. نعم. أن يكون قرارها مستقلا، لكن إحنا عمليا تتشارك السلطة التنفيذية والتشريعية بصياغة التشريعات، تتشارك السلطة التنفيذية والتشريعية بوضع التشريعات للسلطة القضائية. الآن تم النص على استقلالية السلطة القضائية، وهذا أمر في التعديلات الدستورية. أمر جميل. أما هل هذه التعديلات الدستورية
ستخدم الحياة الحزبية؟ نعم ستخدم الحياة الحزبية بشكل غير مباشر، بحيث أن التعديلات قد أعادت الهيبة إلى مجلس النواب، إلى مجلس الأمة. لكن بهذه المناسبة، صحيح أن النظام السياسي في الأردن بحاجة إلى إصلاح، لكن ثق يا أخي أن الأحزاب والمعارضة في الأردن بحاجة إلى إصلاح أكبر. يتوجب على الأحزاب والسياسيين في الأردن أيضا مراجعة النفس. جميل. وإعادة النظر في مواقفهم، لأنه يستحيل بكل الأحوال أنه أنا أخذ النظام الداخلي لأي حزب وأضع دستور للأردن. طبعا. وبكل الأحوال لازم أنه نشتغل سياسة بحدود الممكن، وأيضا أن نتنبه للأخطار المحيطة على إطار الجغرافيا. بنعم أو لا، لو كنت رئيس اللجنة القانونية مدة شهر تكفيك لمراجعة هذه البنود الدستورية؟ بتصوري لغاية 11 تكفي، قبل الدخول بالدورة العادية تكفي، أما تكفي. شهر واحد تكفي. نعم. طيب اسمحوا لي تعليقات سريعة عبر الفيسبوك. سهل الظاهر يقول لا يوجد أي قانوني لا يقول بوجوب وجود محكمة دستورية، وذلك أن العديد من القوانين الموجودة هي غير دستورية يجب إلغائها، ولكن يعاب على المحكمة عدم إمكانية الطعن أمامها إلا لجهات محددة وتقييد لحق كل فرد بالتوجه للقضاء الذي نص عليه الدستور نفسه، هذا ما ذكرته أعتقد أستاذ أحمد في البداية. طه الفراج بيقول أعتقد أن التعديلات السورية ملبية لطموح الشارع الأردني، فهي فخر لكل أردني لكي يعيش في ديمقراطية وحياة سياسية واعية جدا. التعديلات الدستورية هي ثمرة كل أردني مثقف وحابب يشوف بلده بتطور من خلال الفهم السياسي والوعي للدولة المدنية، وأنا كمواطن أردني وجه تحياتي وشكري لجلالة الملك أطال الله في عمره. حسام العمات بيقول أعتقد أن التعديلات مرضية إلى حد مقبول بالأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية الثقافية والسياسية للمجتمع الأردني. أنا الوقت داهمني جدا، فأستاذ أحمد أود أن أسمع منك كلمة أخيرة، هل هذه التعديلات خلنا نقول بمنطقية لبت طموح الشارع؟ نعم، كفكرة عامة لبت طموحات التي كنا ننتظرها ونترقبها، وحتى جاءت أكثر من التوقعات. نعم. ولكن كما قلت بحاجة إلى تعديل وبحاجة نعم. إلى إعادة صياغة. كلام أعذرني معك أنا ما عندي وقت. قانون محاكمة الوزراء هذا هو جدا مهم، وأرجو أن أقول فيه بأنه نقل صلاحية محاكمة الوزراء إلى القضاء البدني أيضا يعتبر إنجاز كبير وإنجاز عظيم، ولكن ليس أمام محكمة الاستئناف. نعم. أمام القضاء العادي، أمام القضاء المدني، أمام القضاء البدني العادي بداية واستئنافا وتمييزا وهكذا. أولا حتى لنضيع مرحلة من مراحل التقاضي على الوزير الذي يخضع للمحاكمة، ثم ثانيا حتى لا نعرف هنا بالتعديل إذا كانت محكمة التمييز هل هي محكمة موضوع أو هي محكمة قانون. نعم. وهذه نقطة. أستاذ مبارك بكلمة، لبت طموح الشارع من متربيه؟ لبت طموح الشارع، ولكن يجب إعادة الصياغة الفنية، ويجب شعور المواطن بأن هذه الإصلاحات ناتجة عن نفس إصلاحي وليس نفس المحافظ. جميل. وشكرا. شكرا شكرا لكم ما ضيفي الكرام، الحقيقة أثريتمونا جدا بالمعلومات القانونية، ممكن هاي مستند جميل جدا نرتكز عليه وبفهمنا لمواد الدستور. كل الشكر لكم ما ضيفي الكرامين. شكرا. ومشاهدين هنا نصل نهاية حلقة الليلة، كما وعدناكم غدا أيضا حلقة لمناقشة ذات الموضوع، سيكون ضيفينا معالي الأستاذ موسى المعايطة والشيخ زكي بن رشيد. غدا تابعونا في نفس الموعد، تصبحون على ألف خير.